السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الشعب الشامخ، أيها الشعب البطل، أيها الشعب العريق، أيها الشعب اللي ديما يقولوا عليه إن هو في منطقة عالم ثالث، ولكن لا لا ولا ولا أبسولوتلي لا، في القمة. شنو حالكم؟ ان شاء الله توفقتوا من المسلسل اللي صار الاسبوع اللي فات، ان شاء الله. ما هو ضروري باش نفهموا ونخشوا في اللي صار الاسبوع هذا، وشنو في بوادر على حاجات زعمة والله اعلم ممكن انها تصير. وانتوا لو عندكم اي توقعات للايامات الجاية اكتبوا لنا لطف تعليقات بسيطة، فلنتوكل على الله. يا 010 يا 010 الحكومة الحكومة وعدوا الشعب ان الامور متاع الضي حتنحل في شهر 11، وشهر 11 فات وخش شهر 12، الضي انحلوا؟ لا لا، قاعد الضي يهربوا. ايه، وحتى قطاع الكهرباء مدين اعتصام لنا ما خلصوهمش. فشنو هو اللي داروه الحكومة؟ ما ندري، نقول لكم. الحكومة تقطرن في جزء من شارع رئيسي بطريقة غلط، وطريقة ما هيش طبق لأي مواصفات صحية ولا صح ولا أي حاجة، وتصور بجني كله ودعايات بالباقي، وهم نفسهم الحكومة اللي بعدين يطلعوا لكم ويقولوا لكم يا ليبين أيها الشعب أطلعوا صلوا صلاة استسقاء، خلاص ما عادش في مطر، البلاد جفت، البلاد ينقصها حنان. وآه يا حنان، فربي الحمد لله استجاب للدعاء والبلاد غرقت، ولكن عادي، أهم حاجة إن هم يبوا يزوجونا، واللي ينقص على البلاد من حنان حنعوضوه في ساحات المعركة الزوجية الطاحنة، عرف كيفه. وهيئة الفساد التابعة للبرلمان شين قالت لكم؟ مشيت للمفوضية العامة للانتخابات وقالت لهم ما تقبلوش أي حاجة صادرة من الشخص اللي هو مفروض، يا إما هو قاعد شاد، يا إما كان شاد وما قالولاش إن هو مع الشاد، يا إما هو عايش دور اثنين ومداير هيئة فساد بروحه، هو حاليا شاد ولا مش شاد احنا ما نعرفوش المنصب طبعا، ولكن من اللي نعرفه من معلومات القليلة إن يا مخدمكم يا برلمان، يا مخدمكم يا برلمان، والصفقات اللي يمروا من تحت الطاولة. طب معقولة برلمان النزيه الشريف بيطلع فاسد؟ ابدا، اضربي. مسؤول السياسة الخارجية انت على الاتحاد الاوروبي شين قال؟ صرح ان تركيا وروسيا لازم يطلعوا من ليبيا لاجل الاستقرار وبش تنحل الازمة. هيخود لك اجنبي يكلم في اجنبي بش يطلع من بلاد مش بلاد اللي هي مفروض بلادنا، اللي هي حاليا شادينها لجانب، واحنا وين ما ندري. وشكلها دوت ان شركة الواحة حيبيعوا منها حصة لشركة توتال الفرنسوية. صحيح يا برو، تبقى احنا وين ما ندري. بو بروس لي طلع وبصحة وجه وقال انا ما نكذبش، وقال ان الاعلام الفاسد اللي يدفعوه لدول اخرى تشوه في صورتي وفي صورة المفتي والمخلصين. منو المخلصين هادو؟ ما ندري. وقال على جماعة السوشيال ميديا فروخ الزقوم. بو بروس لي من وين لقي صحة الوجه؟ ما ندري. المهم الانتخابات بعد اللي طلعوهم رجعوهم من جديد، في فيديو نزل جماعة مشوخ تحمل مفوضية العامة للانتخابات بادي ستايل، وقعدوا يكبروا، قالوا بينصبوا لهم خيمة، وتكبير تكبير تكبير يا هاشمي. باي بيصير منها؟ بيصير منها في موعدها؟ مش حصير منها؟ ما ندري. باي هنالك سؤال يحيرني، على الزعمة في سلاح جديد خش البلاد، على اساس ان احنا ما عندناش سلاح اصلا، وعلى اساس ان السلاح ما هوش مشكلة اصلا، وسيارات جديدة وسيارات مصفحة وتسلفير وبوبا احششتنا المصفح، بيج فانز احنا فوق مصفح، احنا نصفحه ونتصفحه عيني ما ضرنا. منو اللي خشش سلاح وعلاش؟ ما ندري. تخيرنا يا فواد يا براي، مش سلاح وحاجات ضرورية لسياد الدولة، وين تندري علينا العين والحافظ ربي وفي وقت جوا يحاولوا يحتلونا لازم ندافع عن روحنا. إلا صح، لما يجوا يحتلونا تخايل قداش في مشكلة في الجملة اللي قلتها توا انت، ما على اساس اللي احنا فيه توا. ما ندري، خلوني ساكت خير يا سيدي، انا ما نفهمش في السياسة، مش مشكلة، ونلوحوا العشرة سنين اللي ليا فيهم ندوي، مش مشكلة. سؤالي لكم، هل يعقل لحضراتكم الفاهمين الواعيين الزبطين ان الاولوية متاع فلوسنا تمشي للسلاح والسيارات والسفريات في هالكمشة حفريات، وفلوس نبزوا فيهم باش نقووا الناس اللي سبب في خراب البلاد، ولكن فلوس زهدوا ما يمشوش للناس المرضى اللي قاعدين برا، ولا الناس الجرحى، ولا الناس المهجرة؟ الناس المرضى والجرحى اللي موقفين علاجهم ليهم اكتر من شهر وما فيش حد يندر عليها من وين زارق، هل يعقلوا هذا؟ ما اسمعوا، احنا ما نجوش نغطوا عين الشمس بكو البن ونقعدوا فلوكلك ونتعاركوا ونزيدوا نتشرطوا على خاطر جرة نماذج؟ حتى هم لما يجروا بيكم ويخششوكم في حرب هم يمشوا يتسامحوا، وانتوا عوالتكم تنضرب ويرخوا بيكم، يعني مخلينكم انتوا وصغاركم ام لوحين
قاعدين برا، لو سمحتم فيجو تربحوا. خلونا تو نمشوا نسمعوها من الشارع ونولوا لكم، لعل وعسى ان فيجو كلنا. خلاص عينا من الحروب نبو حاجة تفرح، مش حصلنا قلقتونا حتى انتوا لفتوا علينا من الحروب وقلقنا منكم. فعلا برا اخوي خلاص نكمل الموضوع، فعلا كلام الناس كلها تمشي لاي حد في الشارع يقول لك قلقنا من الحروب ما عادش نبو حرب. انا كمواطن عادي ما عادش نبي حرب، لا صار انتخابات ما صارش منها قلنا يلا، لكن حروب 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 ولا ياسر بالتريسك والله العظيم لقلق نار. تعال اخوي كمل اللي قاد ايش ثاني بو حاجه جديده، نبو نشوف الدنيا ماشيه صح، نبو مؤسسات صحيحه، نبو اقتصاد صح، نبو قصدي خلاص والله حتى الهدرزه ما عشان دنيا نهدر، سامحني اخوي ترهوني معلش. طب لا تبو الحق ولا ما عادش نبو حرف البلاد من الاخيرك يا ولا لقلق نار يكزي يسبحوا فيها شباب قدامكم، الانتخابات صار منها لا حاجه صارت منها، حتى المكالمه ما صارش منها بنتصل بها تو نبي يتكلم يعني. اي توش من الحروب الحاجه الوحيده اللي مخلتنا نوخروا سنين ضوئيه لتالي، العالم كله يقدم واحنا نوخروا لتالي. قصدي في امنيه في داخل كل مواطن كان تسال تقول له شنو، يقول لك نبي ليبيا الى السلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا الفتره هي كده الشعب كله خايف انه بتصير حرب ولا بتصير حاجه، احنا ما نبوش حرب ما نبوش حرب قال لك توني حرب يا ولاد معاش نبوها، حتى الدوة بتاع الحرب بدت تدير لي في صداع انا يعني. لو سمحت يا اخوي هاي ثالث مره تطلع معنا بالله يطلع يا راجل با اخوي تكلم على الضيه وانا مولد غادي فالحين في انا بس ما تبوش حرب وتتعاركوا المهم ما نبوش حرب وزي ما كانوا يتحاربوا توا ما وما نبوش مشاكل ونبوا البلاد تتهنى وياسر ورا عينا راه حتى بديروا حرب معش في ولا واحد بيطلع كله معيوب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وهيك نكون تمينا حلقتنا لليوم من الاخير ما نبوش حرب بالله. تعال فضفض تفضل تعال اخونا ولا نقول لك كلمتين بالتريس من الاخير ما فيش اللي في قلبي نير. تفضل هاي نصيحه للشباب، نصيحتي للشباب من الاخير، نصيحتي للشباب تشبحوا فيها قداش حرب صارت ويموتوا ويتصافحوا من جديد، يموتوا شباب ويتصافحوا من جديد. نصيحه ما تخشوش في ولا حرب جديد، ان اللعبه بدها تتواضح والحياه بدها تتواضح، يعني لما تصير حرب ما عادش تمشوا ما عادش يمشي حد يا شباب من الاخير نقول لكم فهمت ان شاء الله يا رب ما عادش تصير حرب والله العظيم اقسم بالله يا شباب يموتوا من جديد. نقولوا تمينا حلقتنا اليوم منورين هلبة وماش نبو حرب وصحيتك. ليه معاد نبوها الحرب رب التريف يا أخوي خلاص يا أخوي خلاص. وهذا الشارع عشان قال فيا شعبي العزيز فيقوا أرجوكم معاش نبو حرب، معاش نبو الشباب يموت في جراير قضايا هم مش كسبين فيها ولا حاجة وديما جاي على راسه وراس الشعب وراسنا كلنا، معاش نبو أي حد يقول الحق ويعبر عن رأينا نخطف، معاش نبو بوابات ملتمين يوقفوا الناس بجوهم ويرعشوا في صغاركم وفي نسوينكم في أخواتكم وفي خوتكم، معاش نبو في شرطة المرور ولا المرور نعرفهم للسيارات فخلوا المرور للمرور. وبتقولي تأمين التأمين الحقاني مش في جزر الدوران، التأمين الحقاني على الحدود يا حبيبي، كان عندك جهد وطنية وجواداك برا أوقف. تمعاش نبو استعراضات عسكرية وسيارات وسلاح وصبطانات في وجوه الشعب صبح وليل، معاش نبو مفروض ولا انتو تبو قولولي وانتو الأدرب شن تبو وشن تبو حيجيكم إن شاء الله، غير خلوا عندكم هدف واضح وطارقة بس، مش كل شوية تنجزولي مع حد وكل شوية تشدولي في الجاكيت حد تربحوا. راهو القرارات المترددة هذه تتحكم بمصير وطن كامل، بلاد كاملة، بلادك كبرى، ويا ريتك حتى انت حتستفيد، حتى انت لو هبشت هبشة شوية ومنعت، تحسب روحك حتستفيد، مش حتستفيد يا ابني، لا انت حتستفيد، ولا نحن حنستفيد، ولا هم حيستفيدوا، ولا في أي حد حيستفيد، فلو سمحتم بطلوا أنانية، وبطلوا عصبية، وبطلوا عراك، بطلوا تخلقوا لبعضكم ولغيركم بيئة مسمومة تعيشوا فيها، لأن السم يدور. واول ما يشم الهواء ينتشر وكلنا حنقعد نبلطوا في حوض معبي سم، علاش معاش نبو لا حقد لا اعصاب لا كراهيه، ما فيش المشكله والله ما في علاش، كان في علاش لو قلت لكم عادي ما فيش علاش، ما كنا في مركب واحد يا راجل، وان شاء الله ربي يهدينا ويهديكم ونوضوا يوم نلقوا الامور بدها تستقر حتى شويه. وكلام كل حلقه ندير فيها حيقعد كلام، يا اما تاخده يا اما تلوحه، اما انا اللي علي قاعد ندير فيه كل اسبوع وجربت نقول كلامي باكثر من طريقه، الباقي دماغكم في راسكم، راهي البلاد مش سلف، راهي البلاد ما هيش رزق حكومة، راكم انتو مش قاعدين في البلاد ايجار، يعني المعاملة اللي قاعدين تعاملوا فيها في البلاد متاع احنا قاعدين شوية وبعدين اول ما تجينا فرصة نمنعوا فوتوها، اللي قبلكم ما فلحوش تفلحوا انتو. ويا اخي المواطن ويا اختي المواطنة اللي وقيدة اللي حتشلعوها حتوصلكم نارها. السلام عليكم.